السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في دقيقة زراعية. أشجار القرفة أو الصيدلية المنسية زي ما بيسموها في الأمثال، قالوا عن القرفة فلان قرفته حلوة. والقرفة هي شجرة بيحتوي لحقها على زيت من الزيوت الطيارة الهام والمفيد جدا جدا لصحة الإنسان، وكمان بيحتوي على مواد لها طعم وريحة خاصة جدا. ونبات القرفة له العديد من الوظائف الطبية زي التخلص من آلام المعدة والربو والزكام، وكمان بتفيد في علاج بعض الأمراض العصبية. وبيعتبر مخلوط القرفة والجنزبيل أفضل علاج لبحة الصوت الناتجة عن الزكام والبرد. وكمان مقدار مكيال صغير من نبات القرفة بوزن 30 جرام تقريبا بيحتوي على ربع احتياجات الإنسان اليومية من الكالسيوم. وفي بعض الأبحاث أظهرت أن نبات القرفة بيساعد في تحسين الأعراض المصاحبة لتكيس المبايض، بالإضافة إلى فقدان الوزن بسرعة كبيرة جدا جدا. وزي ما شفنا الأهمية الكبيرة جدا لنبات القرفة أو الصيدلية المنسية، بتعتبر القرفة هي واحدة من أقدم وأشهر التوابل في العالم، وهي الأكثر أهمية بينهم على الإطلاق. نشوفكم في معلومة زراعية تانية. دمتم بود، في أمان الله.